طبعا دائما ما ينفصل الوالدين ويصير في طلاق بين الزوجين، وللأسف هني تكون الضحية الطفل. يحتار الطفل بين أبوه وأمه، وهالأشياء هذه تنعكس بالسلب على هذا الطفل، لأنه بالنهاية هو اللي راح ينظلم، هو اللي راح يعاني. وأغلب الأطفال إحنا نشوفهم دائما مع أمهاتهم. راح نتكلم عن هذه الانعكاسات السلبية والاجتماعية اللي تنعكس على هؤلاء الأطفال، ولكن مشاهدينا خلونا نطلع هالتقرير ونرجع لكم. مشاهدينا، من بعد ما شفنا هالتقرير طبعا احب ارحب بضيوفنا في الاستديو، الدكتور حمود القشعان عميد كليه العلوم الاجتماعيه في جامعه الكويت، حياك الله ومساك الله بالخير. الله يحييك يا خلود، وانا سعيد في هذا اللقاء. تسلم. ومعنا ايضا الباحث القانوني بشار العلي، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور استاذ. بالبدايه دكتور حمود، عندنا هنا احنا طبعا مشكله ان الطفل دائما يكون الضحيه بين الزوجين اللي زواجهم يكون فاشل. يعني شنو الوضع السلبي اللي ممكن يعيشه هذا الطفل بين أبوين ما اتفقوا؟ هو قضية مو قضية اتفاق والتوافق، قضية ما فيها ان احنا سوينا في جامعة الكويت دراسة، خدنا الأسر اللي عايشين بسعادة، الأسر اللي بينهم مشاكل، والأسر اللي تطلقوا. كنا نتوقع ان اللي تطلقون هم ناس أسوأ حال الأولاد، لقينا الغريب ان الأسر اللي عايشين مع بعض وهم بينهم خلاف أسوأ من أولاد المطلقين. لكن حلقتكم اليوم عن أولاد المطلقين. أسوأ شيء على الأولاد إذا صار الطلاق واستمر الخلاف بين الأبوين. يعني المشكلة مو في الطلاق، الطلاق الله حط لنا حل، لكن إحنا مرات نخليه مشكلة. صحيح. ولهذا أنا أقول دائما حق الأبوين، اللي يطلق وعنده عيال خلي يعرف أن قدامه 18 سنة راح يصير صراع. كل ما خليت قرارك بدون انفعال كل ما كان صح، وبالتالي الأولاد اللي يعيشون في أسرة صار فيها طلاق لكن صار فيها فجور عقب الطلاق في الخصومة، هني الأولاد راح يكون حالهم أسوأ. لكن الأبوين اللي يتطلقون ويكون بينهم طلاق سلمي، أنا ما أحب كلمة الطلاق الناجح، ماكو شيء اسمه ناجح. أكو أولاد ضحية، القرار مو قرار أبو أم ولا قرار جد وجدة. اليوم مدام في عيال يجب أن يكون قرار لمصلحة الأولاد. كم أبو وكم أم شاف مصلحته وبشوف ذاتي وبشوف حياتي وبشوف مستقبلي، وصار الأولاد ضحية. على فكرة مو صحيح في الكويت اللي يقول لك ان اولاد المطلقين راح ينحرفون ولا راح يكون في الاحداث، كلام هذا كله مو صحيح. اليوم المفتاح بيد الام والابو، وقد يكون لا قدر الله الزنزانه يوديها الابو ولا الام. صحيح. هو مثل ما انت تفضلت، يعني انا بوجهه نظري انه حتى لو الابوين عايشين ببيت واحد ولكن الحياه غير صحيه، او انه مثلا يكون في وايد خلاف قدام الاطفال، هذا ممكن الطلاق يكون حل افضل لهذه العائله. علماء الأسرة يقولون إن مشكلة الأطفال هي تذكرة عبور الأبوين إلى الإرشاد الأسري. فأي واحد يشوف عند ولده مشكلة خليه يشوف علاقته مع أولاده. على فكرة باختصر هذا الجواب، أفضل هدية يقدمها الأبوين إلى أولادهم إن يشعر الأب والأم إن الأبو يعطي الأمان حق الأم والأم تعطي الاحترام حق الأبو. نصيحتي لكم يا آباء يا أمهات يلي تسمعوني، دائما إذا بينكم خلاف لا تورثون لعيالكم، لا تأخذون العيال وتخلونهم سلاح واحد يطق الثاني فيها. أنا راح أتكلم يمكن بعد شوية عن ما شفته وشاهدته وعاينته اللي قاعد يصير اليوم في المحاكم خلال 30 سنة وأنا عايش في هذا الوضع، وكذلك في مراكز الرؤية اللي اليوم إحنا في الكويت نفخر ونفاخر فيها. راح نتكلم أكيد بتفاصيل أكثر. أستاذ بشار، لو نتكلم مثلا عن الأبو اللي بعد الطلاق طبعا غير مسؤول عن الأطفال، حدثنا عن القانون أو الأحوال الشخصية بخصوص هذا الموضوع. من ناحية الجانب القانوني نتكلم قانون الأحوال الشخصية 51 سنة 84. طبعا في كثير من الأمور هذه اللي وزعها القانون كمهام الأب من بالطلاق بعد الطلاق. طبعا عندك مثلا النفقة من ناحية الكسوة والمأكل والمشرب المتعارف عليه في الشرع كما ما تعرف عند الجميع، والتطبيب وخدمات وغيرها كما أيضا في العرف. طبعا هذه الجزئية ما راح نقول هي مثلا صعبة، هذا أساسا فرض الشرع الإسلامي الشريعة الإسلامية على الأب، ولكن اليوم نرجع نقول في التطبيق. المشكلة اليوم في مسألة الطلاق في التطبيق او تفعيل او تنفيذ الاجراء نفسه في بعد الطلاق الطرفين. فغالبا ما تنفذ من النفقه للابناء وهو حقهم الشرعي يعني تتنفذ منه بحسب مقدره الاب. يعني بعض الاحيان يكون الاب مقتدر ولكن تكون النفقه مثلا اعلى من المطلوب،
أو عفوا أعلى من سقف الراتب. صحيح. الآن فتصبح هنالك مشكلة عند الابن مع والدته بحكم أن هي كمطلقة من الأب، فدائما تعود هي ترجع المسألة في مسألة النفقات إلى الأم أو ترجع إلى الأب بعد ذلك من مشادات، أنا أحتاج إلى المال وأبي الفلوس يا يمه وكذا وكذا، فتصير عندك مثل ما يعرف الجميع مشاكل في هالجانب. فدائما قانون الأحوال الشخصية هو خدم هذه المسألة في توزيع النفقات مثل ما تكرمت قلت لك، اللي هي المتعارف بالشريعة الإسلامية الكسوة والمأكل المشرب وإلى آخره، كما التطبيب والمتعارف في العرف. أوكي. في حال إذا مثلا الزوج ما عنده وظيفة، ما عنده مدخول، مفلس. مفلس في حالة المفلس أو المعسر لها إجراءات أخرى. يعني إذا كانت المرأة هي اللي راح تصرف على الأبناء تعود بعد ذلك على الزوج إذا أصبح ميسر، يعني بحال يسر يعني. طبعا هذا حق، حق وقانون كفل. بس هذا في حال إذا هي قدمت أوراق قانونية. طبعا 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 أستاذة، هو اليوم أنت لما أصبح المطلقة تنفق على الأبناء صحيح، والأب معسر ومفلس وأثبت عدم إمكانيته يعني وضع النفقة المطلوبة منه في الأحكام القضائية، طبعا احنا نقول ثبت هذا الأمر، هي طبعا راح تصرف عليه حتى يسر الأب، بعد ذلك ترجع يرجع المطالبة في هذه المسألة. أكيد طبعا. نعم. دكتور حمود، في حال حرمان الطفل من والده في سن مبكر، شنو الآثار اللي ممكن أن الطفل يعني تنعكس عليه في هذه الحالة؟ هو الحرمان قد يكون من طرف ولا من طرفين. أنا ككويتي ما أشك أن أكو أبو لو طلق عياله، لو طلق عفوا زوجته ما راح يطلق عياله. شنو يصير اليوم؟ يمكن يصلح لي الأخ بشار. اللي صاير اليوم لما الزوج عقب ما يطلق زوجته يبي يروح يشوف عياله. صح. فلما يروح يطق الباب يوم الجمعة مثلا عند الباب، الزوجة فيها حرة عليه فتقوم تزرع عند الباب. هو شو يسوي؟ يروح يقول حق، يروح حق المخفر يقول ثبتوا حاله، انا عندي حكم في رؤيه اولادي، زوجتي قاعد تعاند. عقب مره مرتين ثالث مره يروح القاضي يقول حولوا مكان الرؤيه من البيت ودوها المخفر، وانا شفتها في المخفر، كنت يوم الايام في منطقتنا ماشي يوم الجمعه ولا الولد واقف والضابط عنده. تصوري خلود ان يقوم الضابط يوقف الولد ويطالع فيه يقول له الابو شوف ترى فوق الركبه في زلقه، دير بالك سجل باكر ما تقول اني كله مني. انا رايت بعض الحالات الام تعاند الابو وتعطيهم ملابس البيجامات حتى تقول يعني ان الابو كله شغل عناد يكون، يعني هذا صحيح. هو الفجور في الخصومه. شو يصير هني لما الولد تصوري ان الابو والام قاعد يتصارعون فيما بينهم؟ تخيل شو راح تصير نفسيته. يصير الولد هني يصير عنده حالتين، يا انه ابتزاز عنده او يكون الولاء يضيع، يصير اللي يعطيه اكثر هو اللي يحبه اكثر. لهذا اليوم أنا رأيت حقيقة من الأطفال من ضاع الولاء عنده، وصار إذا أبوه يعطيه على قولتهم يقردنا الولد، الأبو يعطي الولد فلوس ويخلي الولد كأنه يحبه أكثر، والأم من صوب، بل استخدموا الأولاد والبنات. وهذا اللي يخلينا نقول إحنا شو الآثار، الآثار إحنا نصنعها ولا إحنا نمنعها؟ بعض الآباء يقول حق الأولاد أبيك وأنت تشوف الواتساب مال أمك دز لي الرسائل اللي فيها، صور لي، سوي لي كابتشر دزها كأنك أنت قاعد تلعب فيه. يعلم الطفل من صغره. لأن هذا علم تجميل. الولد يكون كأنه مجند عنده مع الأسف. نعم. يعني كأنه عميل. نعم. مزدوج. صح. يروح حق الولد، يروح حق الأم يقول صدقين أبوي ما وكلنا ما أعطانا، فيصير هني الأولاد ابتزازين، يروح حق الأم يشكي ويروح حق الأبو يشكي. هني يصير حقيقة الإشكال. الأولاد إذا إحنا ما أحسننا لهم، وخمس أشياء يحتاجونها أي ولد حتى ينمو أو أي بنت. أولا إحنا نقول حق الأم حق الأبو، نصيحة لكم لا تسمعون عن بعض إنما سمعوا من بعض. صح. أكثر المشاكل اليوم قاعد تصير في بيوتنا ككويتيين مع الأسف قالوا. أفضل شيء نقول حق الأبو أقول سكر إذنك وسكر حلجك راح يكبر ولدك. إذا كبرت إذنك وفحشيت لا تنسوا الفضل بينكم. يعني مع الأسف اليوم كل واحد فيهم يشرشح واستخدم وسائل التواصل وقامت كل زوجة تسوي، بل مرات قاموا يسوون حفلات للطلاق، هي مو حفلة والله الوناسة لكن كأنها تقول لا أنا اللي خالعته. وهذا حقيقة اليوم يعتبر ظواهر دخيلة على مجتمعاتنا. أولادنا اليوم صدقوني وأنا أقولها عن علم رواية ودراية، هذه دراسة عندي موجودة عندكم في الرأي، 39% من أولاد الكويتيين ما قام أبوهم يشوفهم، مو كرها في الأولاد لكن ابتعادا عن المشاكل.
30 الصورة معانا بس يعني انا اللي اشوفها هنا، هذه هي الدراسة اللي تقول الابو اليوم بالكويت وده يشوف اولاده، لكن مرات يقول انا شكو بالدندرة والمشاكل، يبقى انا اقول حق الزوجين ما دام الابو زاير اولاده انت كوني سعيدة انه ياخذهم على الاقل حتى ترتاحين شوية حتى الاولاد يكبرون. العناد يقصر العمر، مو بس يقصر عمر الزواج، يقصر حتى العمر الصحي. ولكن دكتور في بعض الاباء هم اللي ما يبون، يعني انا اعرف ناس يراكضون ورا الابو عشان تعال تكفى بس شوف عيالك، شوف عيالك ما يبي. ممكن هذا الابو قد يكون ارحم للولد، اذا الابو مو زين ولا عنده مسؤوليه، هو شنو الحب حق الاولاد شنو؟ ترى الحب مو ادعاء، الحب اداء، الحب خمسه انواع حق الاولاد. حب اني انا اكد عليه بالكلام. حب اني انا اكون عليه كريم في وقتي، حب اني انا اكون كريم عليه في هداياي، حب اني اكون عليه في الملامسه، وحب اني انا اعلمه قيمه ويكون عندي مسؤوليه. اذا الابو ما عنده هذه فدعه ولا تكثر عليه التاسفه. هذا الابو اصلا سبحان الله العيال يعطون الولاء للي يرعاهم مو اللي انجبهم. ونفس الشيء بعض الامهات ترى، احنا ما ودنا نكون بعد متحيزين من يمكن الاستاذ بشار يبلغنا عن الحالات اللي تصير. انا اقول اليوم كل واحد لازم يكون هو اللي فعلا يبادر. انا اتكلم اليوم كمواطن كويتي وقاعد اعيش في علم روايه ودرايه، ابحاثنا قاعد نسويها وحالات نستقبلها سواء في مكاتبنا الخاصه او حتى في الحكومه. لان حضرتك اليوم استشاري انا عندي مكتب حقيقه، لكني انا اليوم اتكلم كعميد كليه حتى الطالبات. الطلاق في الكويت اليوم على فكره ترى مو بالصوره السيئه، لكن في مشاكل، ولو عندي حاله طلاق اعتبرها مشكله في الكويت. اليوم الطلاق قاعد يمس اللي عندهم ولد وولدين يشكلون نص اللي يتطلقون في الكويت. 2200 طفل في الكويت سنويا هم ضحايا الطلاق. مو كلهم راح يعانون، لكن من اللي يعانون اللي الام والابو يستمر خلافهم. لهذا كلمتي واضحه حق الابوين، يا جماعه الخير الله الله في عيالكم، الله الله في بلدكم. لان اليوم الولد اللي يعيش بين ابوين مطلقين ترى نسبه طلاقه لا تزوج راح تكون 62%. هذه تعتبر نسبة عالية بالنسبة لعدد سكان الكويت جدا، لأن احنا قاعدين نورث الخلاف. أكيد. ولهذا الأبو اليوم اللي بيرتاح، يا خلود كنا في زمان نقبل أيادي والدينا حتى يرضى والدينا عنا، اليوم احنا في زمان نقبل أيادي عيالنا حتى يرضى عيالنا عنا. والسبب احنا بخلاء في أوقاتنا وفي مشاعرنا، لكن كرماء بس بالفلوس. صح. وأفقر الناس اللي هو غني بس بفلوسه. أكيد صحيح كلامك. أستاذ بشار شنو تعقيبك على كلام الدكتور؟ أنا كلام الدكتور يعني بعد ما شاء الله العين ما تألى الحاجب، لكن الكلمات تعجز. يعني هو كلامه صحيح، هناك كثير من أو نقول عدد كبير من الأبناء ما عندهم رؤية مع يعني أو وصل مع الآباء. هو في سبب بصراحة، ولو أن القانون كفل هذه المسائل، ولو في تقارب من القانون وإلى آخره، ولكن يعني يبقى الموضوع في الأمر الاجتماعي. المرأة يعني الأم أو المرأة شلون تزرع في عيالها محبة الأب، سواء كان الأب سيء زين شين، هذا شيء يرجع له. ولكن ما في رجل مطلق أو منفصل عن زوجته بالأمانة، أنا من باب تجارب شفته وعشته مع مجتمعنا، ولو كان هذا الرجل سيء بالأمانة يحن قلبه أنه بيتواصل ويا عياله. ولكن لما نسأل السبب يرجع السبب أن هناك خلاف داخلي بينه وبين الطليقة. رقم ان هي مثلا ولو ما اخذها حقها القانوني حنقول، لكن تكره حتى في الوصل مع عيالها، تحاول تبث في يعني بتبث في عيالها السموم الكراهيه لابوهم. واذا تواصل مع عياله باول مثلا رؤيه ثاني رؤيه يبدي يسمع كلام غريب، يعني مثلا ما هو بعمر الاولاد ان تسمعه. صحيح. يعني خلاف بيني وبين مثلا الزوجه مثلا او الطليقه، ما احتاج انه هذا امر قديم، ما احتاج ان الطليقه انها تسمع حق عيالها. ينصدم الاب يسمع يقول ان بنتي او ولدي او كذا هي قال لي هالكلام. شلون هذا كان الامر بيني وبين طليقتي انا ذاك الوقت، او خلاف في المحاكم على غيره. زين ليش انا اشرك الابناء بالقانون من الجانب القانوني مع طليقتي؟ ما له داعي اقول انا بيني وبين ابوكم مثلا محاكم. او سبب الانفصال حتى لو كبر الولد، احنا ما شاء الله عندنا مجتمع الاطفال الحين او نقول العيال السن ما شاء الله ناضجين. صحيح. فاسئلتهم كثيره من كثر ما شاء الله تطلعاتهم على السوشيال، يسال ليش ليش ما ليش. انت كمراه مو مجبوره تعطين للابناء الوصل الرسمي او الرد الصحيح، عشان لا عدم تفاهم اي سؤال او جواب يكون لطيف لروح اللي امامك كطفل، علشان لا نقول لا نولد كراهيه من الطرفين، لا من الاب ولا من الام، وعشان السفينه تمشي. ف
فارجع اقول لك بالنهايه القانون كفل هذه الامور كلها للطرفين، سيان للام او الاب لرؤيه الابناء، ولكن ارجع اقول بتنفيذها بالنهايه لا قاعد يحاولون يولدون المحبه بين الطرفين، لكن ما قاعد تقبل اي كرجل او مرأة اذا هو اخذ الحضانه او هي اخذت الحضانه، بالنهايه الكل يحاول يسبب زعزعه للطرف الاخر. احنا راح نكون منصفين في هذا الموضوع لان في بعض الاباء أكيد مو زينين وفي بعض الامهات البعض وليس الكل، وليس الكل لا, لا 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 البعض، احنا نقول ما مش الكل في المجتمع، وكثير من الناس احنا نعرفهم ولنا وصل معاهم يحاولون ان يسوون هذا الوصل بين وبين عيالهم، وبالعكس يحاولون يحببون امهاتهم اذا كان الحضانة عند الاب، او الام العكس تحبب ابوهم وبالعكس تجبرهم على الوصل مع ابوهم في كل وقت وكل زمان اللي هم يحددونه مع بعض، سواء في الاحكام او اذا كان في الود. نظرة المجتمع للاطفال الذين يعيشون مع الام المطلقة راح نتكلم في هذا الموضوع مشاهدينا ولكن بعد الفاصل. دكتور حمود، مثل ما قلت لك قبل الفاصل ان نظرة المجتمع للطفل اللي يعيش مع والدته المطلقة هل يؤثر سلبا على الطفل، انه دائما يقول انت والله عايش مع امك مطلقة ومن هالامور هذه؟ والله انا ما ليش اشوف ان سب المرأة في المجتمع؟ احنا قبل يعني امهاتنا كان الاباء يسافرون في البحر ويسافرون حتى في التجارة، ترى المرأة هي نص المجتمع وهي قاعدة تربي النص الثاني. فبالتالي يعني حتى احنا في ديننا يعني المرأة يعني ارجو ان ما يكون هذه نظرة، اعتقد هي عرف قد يكون يعني مو سليم ان اللي يعيش ويا امه ولا قاعد ويا امه، بالعكس انا افخر في امي وافخر في ابوي وافخر في خوالي وافخر في عمامي. لكن اليوم في مجتمعنا انا اتمنى في بعض الاحيان الطفل لما يكبر هو بحاجة أن يشوف نموذج ذكوري. على فكرة أقسى على المرأة، المرأة هي أقسى على المرأة من قسوة الرجل على المرأة. هذا واحد اسمه لاري ديفيز عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة بنسلفانيا يقول في المجتمع الذكوري المرأة أقسى على المرأة من قسوة الرجل، ولهذا تشوفينه بالدوامات ممكن ينظروا لها نظرة قد يكون شوية فيها نوع من الازدراء. أنا أتكلم كمختص اليوم في الكويت سواء عند الأب ولا عند الأم، الأم المطلقة أنا أعتقد هي قاعدة تكون في دور خاصة مثل ما تفضل الأخ بشار أن الأب اللي مو مهتم في عياله هي قاعدة تربي. وعلى فكرة هناك من الأولاد الأيتام وهناك من الأولاد اللي كانوا شهداء في الكويت أمهاتهم ربوهم أحسن من اللي عنده أم وأبوه. فبالتالي أنا أقول حق كل أخت مطلقة لا تكونين حساسة لأنك أنت تربين عيالك، أقول حق أولادي وبناتي اليوم اللي هم أولاد مطلقين أبوكم أمكم ما توافقوا مو معناته أن أبوكم أمكم ما يحبونكم ولا أنتم عيال مزينين. اليوم أقول حق الأولاد والآباء والأمهات تربية الأولاد اليوم هي تعتمد على عنصرين، تعتمد على الحب وتعتمد على المهارة. الأم اليوم ممكن تكون في هدوءها تعطي أولادها قيم أحسن ما يكون بينها وبين أولادها خلاف. أنا والله عشت حالات وتعاملت وياهم، البنت هربت، وعلى فكرة لما نسمع عن بنت هربت من البيت لا أحد يروح بعيد أن البنت مو زينة، لا مرات هروب البنت لأنها ودها ما تسمع الخلاف اللي بينها وبين أبوها وأمها. تقول لي واحدة من البنات 17 سنة تقول لي والله يا دكتور أنا قاعد أروح فوق الدرامات ما بي لأن طوفت غرفتي بطوفت أمي وأبوي، كل يوم تقول خلاف وصراخ وسب، فراحت هربت عن بيت عمتها. لما صار الانفصال سبحان الله وكان الأب مع الأسف هذا مدمن وغيره، لكن لما صار الانفصال الأم نوعا ما هدت، وش متى هدت؟ هدت لما ردت حق عزوتها. وأنا كلمتي اليوم حق كل بنت كويتية، أول مع احترامي أخوي بشار لا حد يقول لك إذا تطلقتي راح أسحبها في المخافر ولا في المحاكم وجرجرة أنتفلك. اليوم القانون ممكن أنا كزوج لو طلقت ممكن ألعب في قضية والله الديون اللي علي أخلي القاضي ينزلي المعدل الطبيعي يصلح لأخوي بشار 450-500. اليوم 450-500 وين تسكنني؟ حتى بعشة ولا بشبت ما تسكنني. صحيح. القاضي اليوم راح يعطيك 50 دينار على الولد وراح يعطيك 150 على السكن ويعطيك 60-70 دينار حق الخادمة، المجموع 450. أنا أقول كثير من المشاكل صارت وصار القرار الطلاق بظل الانفعال، لهذا إياكم واتخاذ القرار في تحت الانفعال. قضية الأساسية الأولاد اللي يعيشون مع أم مطلقة قد يكون أفضل الآباء والأمهات بالمستقبل لو أحسن التعامل معهم، بشرط أقول حق كل أخو عند أخت منفصلة، حق كل عم عند واحدة من بناتهم منفصلة أقول لا تقطع علاقتك. نعم تكون حساسة لكن كون العزوة لها،
وانت يا بنتي لما تتطلقين لا تستحين تروحين حق اخوانك وحق خواتك حتى يكونون هما، لان الاولاد لما يعيشون في بيئه زينه. في المقابل انا اقول حق الزوج، اذا انت عندك حرج انك انت تروح تزورك، خاصه اذا تزوجت لك واحده ومنعتك انك تروح تزور عيالك، على الاقل اقول حق خواتك اللي هم عمات العيال وعمات البنات، روحوا زوروا عيال اخوكم وبنات اخوكم حتى ما تقطع. يا جماعه الخير اليوم قطعنا مجتمعنا، تدرون ليش؟ لان اختلفوا زوجين لكن قطعنا عائلتين. صحيح. كم اسره من الاسر ما ورثوا، والله ما يدرون عنهم الناس اذا عيالهم مطلقين، لان فيهم حكيمين وفيهم حكماء وفيهم ناس. مرجعيتنا اليوم في الكويت لما يقيب الرجال عن البيت. احنا دائما نقول انه مو اثنين بس يتزوجون، عائلتين هم اللي راح يا خلود. اللي خلى اليوم خلنا ابطها اليوم بصراحه، اللي خلى اليوم الكويتيين ما حد اليوم له عزوه ولا في مرجعيه، ان كل واحد فخور في نفسه. ماكو اخو يحترم راي الكبير، الابو ما له دور والاخو ما له دور، وحتى الولد يتزوج غصبا على ابوه ويطلق بايه تدري عن ابوه. كان الواحد قبل لما يتزوج يفخر في عمامه، البنت تفخر في عمام عيالها، والولد يفخر في خوال عياله. لهذا آن الأوان اليوم أن كل أسرة تشوف لها كبير، واللي ما عنده كبير يدور له كبير. نعم. أستاذ بشار، يعني من ناحية قانون الأحوال الشخصية، هل أنت تشوف أنه منصف أو يحابي على أحد الطرفين من الزوج؟ لا، هو سالفة المحاباة، هو ما نختلف، يعني سالفة محاباة هذه ما في محاباة، هو ينصف صراحة ومنصف القانون، لأن القانون بني على الشريعة الإسلامية، فما في مجال أن نقول يحابي. ولكن أنا على الكلمة اللي قالها الدكتور تفضل، قال ممكن المبلغ 450 إذا كان خلينا نقول إحنا القانون منصف، ولكن نقول مثل ما تكرم الدكتور شنو قال، قال النفقة ما تكفي أو رقمها مثلا ما يجيب عشه، على قولته الرقم 450 قد تكون النفقة 1000 دينار مثلا، وبعدين يقدمون الى الكتب او اوراق تخفيض النفقه وتلاعب في النفقات. هني هذه امر اخر، يعني لا نقول والله مو منصف، لان قانون احوال الشخصيه انصف المراه انصاف كامل، نقولها بصراحه. القانون الاحوال الشخصيه او قانون الاسره عامه المعدل الان في 2015 انصاف للمراه عامه القانون، وهي المراه اختنا وامنا ويعني لها كل التقدير واحتمال، هي نصف المجتمع. ولكن انصفها، اعطاها من جانب الشريعه ومن جانب القانون من جانب النفقات وكل ما، حتى اتوقع تاخذ من الشؤون بعد كل شيء، يعني لها كل الامكانيات بصراحه. المراه في المجتمع مسخر لها كل شيء، كل شيء مسخر لها، بالقانون مسخر لها، بالقانون الاسره، احوال الشخصيه، سيان كان في المجتمع المدني، في امور كثيره لها مسخره للمراه. ولكن حسب ما قال الدكتور، قال ممكن تتلاعب في النفقه ويصير لك تخفيض ولا يعطيها الكفايه اللي انا والله عندي قرض عندي ديون، ممكن ممكن هذا ممكن، هذه يسمونها عاد تقديم الى القضاء والادعاء، اذا حسب انا بالناحيتي اقول التمادي دائما في الخصومه، يعني يتمادون في الخصومه عشان كل واحد يكسر الثاني في النهايه. دكتور حمود، يعني هل ترى بأن قانون محكمة الأسرة يعني استطاع أنه يعالج هذه الأمور وهذه المشاكل؟ شوف، أنا أفخر في الكويت أن اليوم احنا عندنا قانون أحوال الشخصية، قانون أحوال الشخصية الكويتي مثل ما تفضل الأخ بشار، نعم ينصف، لكن القانون ترى مثل السيارة، اللي عارف يسوقها يقدر يمشيها بصوب ثاني. صحيح. اليوم في الكويت ماكو قضية تروح حق المحكمة إلا لازم تمر على أخصائيين يدرسونها. ولو صار الطلاق، قبل كنا نعاني أن الأبوين يقول أنا ما أبي أروح حق بيت طليقتي، ولا تقول ما أبي أروح حق أبي يسلم في المخفر، اليوم لا، شالوها، القاضي ممكن يحكم يقول روحوا حق مركز الرؤية. وأنا ودي أوجه من برنامجكم رسالة حقيقة، شكر وعرفان واكبار حق كل البنات اللي يشتغلون اليوم في مراكز الرؤيه. عندنا مركزين في الكويت، واحد في الزهره واحد في صليبيخات. صحيح. البنات اولا يداومون من العصر والويكند، ما لهم لا بدلات ولا زياده ولا شيء. كان قبل الأمانة العامه الاوقاف هي اللي تدفع لهم، اليوم ما حد يدفع لهم غير الوزاره. صحيح. وين الاشكاليه؟ كل يوم هم، انا حقيقه اقول لهم لازم ادربكم على فن فض النزاعات. الله يعطيهم الخلافات تصير. الإشكالية وين؟ كل يوم متصل عليهم المخفر، تعالوا شهادة، الزوجة والزوج صار بينهم ملاسنة، سبني ولا شيء، تعالي تشهدين. أنا كويتية أروح، زوجي ما يرضى، أخوي ما يرضى أروح. ما فصاروا قاموا ينسحبون مساكين، ما ألومهم. اليوم بس 7 بنات في الزهرة و6 في صليبيخات. أنا أقول القانون أنصف المطلقين، قال لهم تعالوا أحط لكم مركز فيه أخصائيين وفيه أطباء، بس تعالوا على الأقل تصير. اليوم مع الأسف
هذا الشيء خلى الكويتيين ما يبون، لان شنو صار؟ الفجور في الخصومه بين الزوجين خلوا العيال اليوم انا ودي انتقم من الزوج او ودي انتقم من الزوجه، خلي عيالي هم السلاح. قضيه تحولت ماليه، وترى احنا مو قضيه فلوس، صحيح. قضيه نفوس. ايوه القانون حدد، والمشكله اليوم ليست في النصوص القانون انما في النفوس. هذا احنا نقوله، هذه الاشكاليه صحيح. اليوم محكمه الاسره نعم حطت اول ما يروح القاضي الواحد عنده مشكله خلال 15 يوم لازم المرشد او المصلح الاجتماعي يكتب. احنا نقول لهم يا جماعه الخير، وهذه نصيحتي حق كل اخ واخت الان يقول ما في مجال للصلح، اقول لهم تعالوا عندنا، احنا نقعدكم مع بعض بالتراضي مو بالتقاضي. اولا ببلاش الحكومه تسوي لكم، اثنين نوقعكم على اوراق، اثنينكم تتفقون تروحون حق كاتب العدل وتوثقونها، اللي خل فيها يعتبر هذا حكم اخل في احد الطرفين. بدال ما تروحوا مع احترام حق اخوي بشار وزملائه افتح لك ملف ووقع على 2500 الى 4000. ترى يا جماعه الخير طريق المحاكم طويل، صحيح طريق التراضي قصير، وبالتالي احنا كم يوم من الايام قعدنا ويا الزوجين كانوا بيتطلقون. سبحان الله مشكلة الأسرة الكويتية معقدة، والله حلها بكلمتين، إذا صلحت النفوس صلحت إن شاء الله العلاقة الزوجية. فقانون المحكمة، قانون الأحوال الشخصية في الكويت وقانون محكمة الأسرة ساهم، وفي مراكز أنا ما أتمنى حقيقة حتى يروحوا وإن كان لهم مكان حلو، لكن لما يكون الولد يأخذ الأبو وهو في كامل أناقته الأم، حتى أنا كأبو حق الولد اللي مطلق أقول له أنت ما تستحي على وجهك زوجتك مدرستنا على العيال ومدرستهم ومدرستهم محافظتهم حتى القرآن، أنت تروح تدور غيرها؟ فبالتالي اليوم استعداد الأم في تهيئة الأولاد وحسن استقبال الآباء للأبنات يخلي الطرف الآخر ينطبق عليه المثل. تدرون في مثل قلقت من قراءة في الكويت، المثل يقول اتقي شر من أحسنت إليه. المثل مو كذي، المثل يقول اتقي شر من أحسنت إليه بدوام الإحسان إليه. طيب إذا أنا أحسن حق عيالي أقول حق الأبو أنت تتباخر على عيالك على 50 دينار؟ يا أخي قط لك بدل 50,000 دينار، لأن عيالك ذولي ذخرك. أكيد لا تفقدون عيالكم حتى ما تفقدونهم باشر لا قدر الله في خلافاتكم الزوجية. القضية قانون الأحوال الشخصية أنصف الأسرة، لكن إحنا مع الأسف تمادينا، والسبب أن إحنا اليوم نعيش في عصر توتر وكل واحد فينا وده يكسر رأس الثاني مع الأسف. استاذ بشار نبي وجهة نظرك في نفس الموضوع اللي هي هل يعني قوانين محكمة الأسرة لقت حل حق المشاكل والأمور اللي بين الزوجين؟ ان يعني بمعنى ان قصدي ان قانون أحوال الأسرة انه نعم. هو يعني يعمل على حل المشاكل. أي. نعم يعني موجود القانون وعمل على حل المشاكل، واضيف عليه على ذلك بالنهاية مثل ما قال الدكتور في الجزئية هذه هي مشكلة نفوس وليس قانون أو قوانين أو أمور مالية بس فقط. المسألة مسألة نفوس، رغم أرجع أقول للمستمعين ومشاهدين جميعا أن المشكلة اليوم القانون أنصف الجميع من الجانب، يعني أنا ما أقول والله المرأة بس مع المرأة، ولا أنا أقول أنا مثلا مؤيد للمرأة في أمور كثيرة ومؤيد للرجل، وبالنهاية عندي الأسرة هي أساس المجتمع. الحياة قائمة ليس فقط على مرأة وليس فقط على رجل، بل على أسرة على مجتمع. فقانون الأسرة اليوم نعم عمل على حل، وضع قوانين، وضع هنالك مثل ما نقول كل كفة لها يعني وزنها، كف المرأة والرجل، أنت لك الحق في هذه المسألة وأنت مرأة لك الحق في هذه المسألة. فقانون الأسرة اليوم عمل على، خاصة بعد التعديلات، عمل على حل المشاكل بين المطلقين الرجال والنساء. هل تشوف انه يجب ان يكون في دور لمؤسسات المجتمع المدني على بث الوعي؟ طبيعي هنالك لابد ان يكون، طبعا انا دائما اؤيد ان يكون في دور سواء عن طريق الاعلام المرئي والمسموع والى اخره، من اذا كان هنالك توصيل رساله في هذه المساله اي مجال كان، ولان عندنا تطور ما شاء الله في السوشيال ميديا والتكنولوجيا العاليه بامكان نوصل هذه الرسائل الى الاخوات والاخوان بتوصيل اللي هي الاتصال مع الابناء، الرؤيه بين الطرفين، نحاول يعني قدر الامكان. انا اتمنى هذا الشيء صراحه حتى من وزاره العدل، اتمنى اني يعني من هذا المكان اوجه لهم رساله بان يعملون على رسالات مثل ما يقولون كل فتره عن طريق السوشيال ميديا، ان كيفيه ان تتراعى المطلقه مع الابناء، ما تبعث يعني السموم، احنا نقولها سموم النفس بين الزوج والطليق وطليقته ما تبثها في عيالها. اتمنى تعمل رسالات وزاره العدل
ايضا المجتمعات الاخرى او الفرق اللي تعمل في امور المجالات التطوعيه وغيرها، ان تعمل على مسائل الاسره، ان تنميها. وما شاء الله الدكتور خير مثال، عنده امكانيه كبيره في مجال الامور الاجتماعيه. فنتمنى من الجميع وكل اللي عنده امكانيه ان يوصل رساله حق الاسره المطلقين في مشاكل الاسريه. دكتور حمود، نبي تعقيبك على هذا الكلام. احنا يا قاعد هو يباصي وانا اشوت، يعني ما شاء الله عليك. اللي حاصل طال عمرك، احنا تدرون كل دينار تنفق الحكومه في التوعيه والوقايه يوفر على الدوله 12 دينار في العلاج. الكويت اول دوله تبادر واخر دوله تنفذ. صحيح، ترى الكويت سوت مشاريع اليوم انثرت كلها في الخليج. انا قبل لا اجيكم كنت حقيقه في مؤتمر في دوله قطر الشقيقه، واحيي اخواني واخواتي العاملين، سووا مركز وفاق. صحيح. وهذا المركز أكبر مركز اليوم في الشرق الأوسط. إحنا في الكويت كان عندنا مراكز، كانت الأمانة العامة للأوقاف عندها مشاريع تدعم، يعني شفت البنات دول الحين قاعد يتسربون من مركز الرؤية، كانت هي تعطيهم إعانة العصر كأنه بدل حتى تثبتهم. اليوم شالوا إيدهم، ولهذا نصيحة اليوم أو كلمة إلى كل مؤسسات بل إلى البنوك، أتمنى اليوم يا جماعة خير هذه القضية، ترى إذا الأسرة الكويتية اليوم صار فيها خلل ترى المجتمع كله يكون فيه خلل. وبالتالي أنصح اليوم أن تكون فعلا عندنا حملات توعية، عندنا في وزارة الشؤون المجلس الأعلى للأسرة، أتمنى يكون له دور. هذا المجلس مع الأسف ما له مخالب أو ما له أسس يقدر يأثر فيها. مجلس الأمة اليوم اللجنة الاجتماعية فقط اليوم أصبحنا نبي نعطي فلوس. صحيح. قضية مو قضية فلوس. نعم. اليوم قضية نفوس في الكويت. لازم اليوم نعيد تشخيص الذات الكويتية، حتى الإعلام، وأنتم اليوم في جهاز إعلامي. اليوم مع الأسف أنا رسالتي إلى حتى الأخوة والأخوات الممثلين والمنفذين، يا جماعة الخير الكويت خطفت اليوم بصورة الأسرة الكويتية. أنا كنت في جامعة خليجية أقدم محاضرة إلى 400 أكاديمي، أسألهم سؤال: من فيكم يعتقد أن الأسرة الكويتية أسرة مستقرة؟ ولا واحد. قلت منين لكم المعلومة؟ قالوا مع الأسف احنا قاعد نشوف الدراما الكويتية. الدراما الكويتية اليوم صورت ان المرأة الكويتية شرسة، والرجل الكويتي لعوب وخاين وراعي مشروب، وهذا حقيقة اليوم يسيء لنا. انا كمواطن كويتي اقول لا يا جماعة الخير، ترى اللي قاعد نتكلم عنهم دول ترى فئة تشكل فقط ثلث، اما الثلثين لا والله فيهم رجال وكل واحد فيهم حاشم نفسه. صحيح. وبالعكس الأب يكرم زوجته حتى وهي طليقة، والزوجة تبلعها حتى ما توري عيالها. لكن احنا قاعد نتكلم على هذه الفئة اليوم اللي مع الأسف هي أصبحت أغلبية نفسية، لكنها في الواقع هي تشكل نسبة قليلة. صحيح. طبعا احنا للأسف تداركنا الوقت، إذا عندك شيء تقول. إيه، أنا عندي مداخلة بسيطة بخصوص هذه المسألة، مسألة النفوس وليش الجانب القانوني كشف أنه أنصف وأعطى وأعطى، ليش قاعد تصير المشاكل؟ بس هالنقطة أنا ودي أوضحها للمشاهدين وأخواننا وأخواتنا. اللي قاعد يحصل اليوم في مجتمعنا مشكلة كبيرة مثل ما قال أخوي الدكتور، نفوس. زين، شنو أنا بوصلها برسالة صراحة واضحة يعني، واللي قاعد يصير في المجتمع. المشاكل عند البعض يقول أنا أبي فلوس، أبي نفقة، قلنا ما في إمكانية عند راتب المطلق أو نقول المدعي عليه مثلا المطلق. يجي للحكم، يقدم الحكم، في تنفذ عليه الحكم في المحكمة، ما في إمكانية في راتبه إذا كان ماخذ النفقة العليا، فيصبح عليه إجراءات. يعني وين المشكلة؟ تصبح عليه إجراءات حتى لو أخذت مثلا جزء من الراتب أو جزئية من النفقة، فتصبح ندخل في المشاكل. ولو دفعت دفع هم ندخل في ناس دافع نفقاتها كاملة، كسر عظم، كسر عظم. يعني هذا اللي احنا نقوله. فتبدي مسألة ان نقول القانون انصف، بالنهايه اصبح هنالك مشاكل. المشاكل نرجع نقول ليش وكذا. فاحنا بالنهايه ما نبي بس القانون، احنا نقول القانون مكمل والمجتمع مكمل والحياه الاجتماعيه والاساتذه والدكاتره في علم النفس وغيره والاجتماعيه كلها، هذه كلها سلسله متكامله. هذا موضوع وايد كبير، اكيد حلقه واحده متشعب. ما راح تكفينا. بالنهايه يعني عفوا استاذه، بالنهايه احنا نبي مو بس، والبعض من الاخوان الله يحفظهم يستقل هذه المساله بنقول التمادي بالخصومه، كما هي الفجور في الخصومه هي منطلق كلمه كبيره، ولكن نقول التمادي بالخصومه تستقل المطلقه على الطليق والعكس صحيح. كلمه اخيره توجهها حق المشاهدين. أوجهها بصراحة بالكلمة الأخيرة، أقول الله يهدي سر الجميع والله يوفق الجميع، وأتمنى من إخواني وخواتي المنفصلين جميعا أن كل واحد يتساهل ويبتعد، وأن يبعدون اليهال عن المسائل اللي بينهم هم الاثنين،
وعسى الله يوفق الجميع، ونسأل التوفيق لنا ولكم اللهم آمين. جميعا. كلمة أخيرة دكتور. أقول الزواج نعمة لا تخلونها نقمة، والعيال نعمة لا تخلونهم مع الأسف نقمة. الحين برنامجكم اسمه 10 لـ10، أنا أقول حق كل واحد رد لبيتك 10 و10. صحيح. يعطيكم العافية وحياكم الله معانا دكتور حمود القشعان، عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت والاستشاري القانوني الأستاذ بشار. مشاهدينا طبعا خلونا نطلع معاكم هذا الفاصل ونرجع لكم مرة ثانية.